ملي دخلنا كنخدمو اكتشفنا بان ديك ماده 19 ما حمات لنا حتى حاجه، ولينا كنتخلصو ب 50% من مور هذيك، ولا تيقطع لنا الضمان الاجتماعي كيديرها في جيبو، ولينا ما كنلقاوش نداوه. انا حاليا انا مريضه محيده البزوله شي 10 د المحاضر كيسني عليهم وما كيطبقهمش، وتا واحد ما دارلو شي حاجه. راه غتجي واحد غندوزو واقيلا غير شهر وغنخرجو للشارع غنسعاو باش نبقاو ناكلو هنايا. خويا السلام عليكم. حنايا خويا هادي تقريبا من 40 عام ديال وهاد الشركه حال. انا بالنسبه لي عندي 36 عام، وهاد الاخوات هادو كاينه 30 عام 24 عام 20 عام، كل وحده شحال عندها. مني بدينا كنهضروا تنقولوا لا ما خصناش نتفوتوا، ما خاصش السميه تبدل، ما خاصش هادي. قال لك لا عندنا نقابه، قال كاينه ماده 19 كتحمي العامل الاجير، يعني الاجير غتحمي له الحقوق ديالو، المكتسبات ديالو، الاقدميه ديالو، كلشي غادي في الاخير صافي. وافقنا جلسنا في 2017 تقريبا عام وحنايا غاديين في الشارع، ولا وعطاو واحد الدعم ولينا دخلنا كنخدمو. ملي دخلنا كنخدمو اكتشفنا بان ديك ماده 19 ما حمات لنا حتى حاجه. هي هذيك شنو دار؟ كي الاجره كيخليها لنا مثلا، كنا كنتخلصوا نهار واحد، ولا كيخلينا مثلا حتى ل 10 في الشهر كيعطيك 50%، ويدخل شهر اخر وشهر اخر يكمل لك 50%، ولينا كنتخلصوا ب 50% من مور هذيك، ولا تيقطع لنا الضمان الاجتماعي كيديرها في جيبو. لامو كانت عندنا بريفي قال لك لا وهذه وهذه، دابا خصنا نديرو لامو. مشينا معاه درنا لامو، ولا تيقطع لنا عاوتاني وكيديرها في جيبو، ولينا ما كنلقاوش نداوه. انا حاليا انا مريضه محيده البزوله. هاد الاخت هادي حتى هي دايره عمليه على القلب، كل واحد باش مريض. هادي هي عاد دارت عمليه، هي الاخت اللي جمعوا لها هادشي باش دارت العمليه. المهم الاغلبيه اللي عندنا دابا حنا حاليا شهر 10 وشهر 11 ما مخلصناش فيه. مشى كيتفاوض مع السلطه ومع هذا، قال لك نعطيكم 50% ودخلوا تخدموا. وافقنا على 50% وندخلوا نخدموا. في الاخر هي كي ايه اوهام وصافي، غير كيتفلى علينا. دابا حاليا احنا انت كتشوف اخويا، انت كتشوف الناس فين جالسين. لا ما كاين حتى واحد خدام لداخل. الاداره براسها قال لهم صافي راني غنخلص وغنعطي 50%، جاو سيقوا قادو هادو، بقينا كنتسناو نتسناو والو. في الاخر مشاو بحالاتهم. دابا حنايا بقينا حنا هنايا، الشركه لداخل راه مسدوده، كاين الماتيريال داخل، كاينه الخدمه، كاينه كلشي كاين. ودابا حاليا حنا جالسين هنايا، حنا دابا تقريبا قول خدمنا شهر 10 وشهر 11، دابا شهر 11 دابا قول دابا 6 شهور، وحنايا حنا بدينا في شهر 6 وحنايا في الشارع. قالوا ما كاين لا مسؤولين لا والو، والو عياو ما يتناقشوا. داروا تقريبا شي 10 د المحاضر كيسني عليهم وما كيطبقهمش، وتا واحد ما دارلو شي حاجه. واش فوق القانون؟ هادشي اللي بغينا نفهمو، ما بقينا فاهمين حتى حاجه في هاد البلاد. واش فوق القانون اللي كيسني المحاضر وما كيوفيش بهم، وفي الاخير كيجيو حنا يتفاوضوا معانا؟ لا خليو سمحوا له في هادي، سمحوا له في هادي، لا قبلوا 50% قبلناها شويه، قال لك 30% نعطيها لكم. قال المهم تينزلنا
في الاخير ما لقينا حتى حاجه حتى 50% ما عطاهاش. ودابا حنايا جالسين كاينين 550 عامل اخويا دابا كنقيلوا هنايا بالنهار، واخا تكون الشتا واخا هذا هنا كنقيلوا، وفي الليل كنديروا كنديروا هكا بعضياتنا كنتوالفوا بعضياتنا شي حتى الماكله مثلا غتجيب هذه غنفرقوها كاملين، غتجيب هذه غنفرقوها كاملين، المهم حنا مضامنين بعضياتنا. راه غتجي واحد غندوز واقيلا غير شهر وغنخرجوا للشارع غنسعاو باش نبقاو ناكلوا هنايا، حيت دابا جاي رمضان ورمضان راك عارف شنو تيكون فيه، ودابا فيه المصاريف فيه هادي، دابا غنضطروا غادي نخرجوا للشارع نسعاو باش نديروا ما ناكلوا في رمضان. كاين اللي مخلي انا دابا حاليا انا والراجل هنايا، حنا الاغلبيه عندنا اللي هما ورجالهم هنايا، كاينين الارمالات كاينين اللي عندهم وليدات مخليينهم وجايين، كل واحد مساكن شنو عندهم. حنا الرساله ديالنا يجوا يشوفوا من حالنا واش فوق القانون، الا كانوا فوق القانون نعرفوها، وحنا من هنا رحنا ما غاديش نتنازلوا على حقنا، هنا غنباتوا مازال صامدين حتى الاخر نفس، ما عمرنا غادي نهداو ولا غنعياو ولا هذا، الا لا جا القدر من عند الله وجاب ربي الممات، اما حقنا ما نتنازلوش عليه. الزين هذا والبارح جات عندنا السلطه وكتفاوض معنا، خليوه يخرج الخدمه، خليوه هادي خليوه هادي، الناس ما تحملوش بقاو تتزاوطوا في الشنطيطه حوجات لابيلانس زات الناس، هذا هو السبب اللي خلى الناس كتزاوط في الزنقه. حنا قالنا خليوه يخرج خدمته، حنا ما مخلصينش تيقولوا لنا خليوه يخرج خدمته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.